السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا ان شاء الله كاملين مزيان. المهم كيف ما كتلاحظوا انا مشيت نصور هذا الفيديو، وهذا المكان هذا هو سميتو السقاله في المدينه ديال الصويره. وبالصدفه ما كنتش ناويه نحط عليه قصه لا والو، غير كنت بغيت ندير غير بحال الفيديو ديال البارح اللي صورت فيها غروب الشمس. المهم كنلقى بالصدفه واحد السيد كنعرفو، كنلقى بالصدفة وقلت له راه عفوا، قلت له ممكن باش نصور؟ قال لي غير صوري الدنيا هاني. قلت له لا، راه كنحط انا في اليوتيوب، ما نبغيش نحط الصورة ديالك في اليوتيوب. قال لي شنو كتديري في اليوتيوب؟ قلت له مرة قصة مرة. قال لي اجي نعاود لك القصة ديالي وحطيها لا عجباتك. المهم صراحة عجبتني، فاش عاود قلت له بلاتي نسجلها باش نقدر انا نقولها. مهم سجلت القصه ديالو وبغيت نحكيها لكم باش ما نطولش عليكم، غنبدا كيف قال لي. المهم السيد كيقول انا سميتي حسن، تزاديت وكبرت في مدينه الصويره، بالضبط في باب دكاله في داخل المدينه. هادشي في الستينات، طبيعه الحال كان غير لداخل المدينه، باقي ما كانتش على الخارج كيسكنوا الناس. المهم اش غادي نقول لكم، طفولتي وشبابي عشتهم في الجوع الحرمان، وهذيك الساعة كان با ميسور الحال، وكان عنده واحد الهري كبير. الهري هو سوبر مارشي صغير معروف في المدينة، ولكن كان سقرام والريال ما كيخرجوش من جيبه، وكان كيتحاسب على كل شيء حتى من الماكلة. كان كل نهار كيدخل الكوزينة ويقلب شنو ناقص وشنو، وكيقول لأمي علاش هادي نقصات، ومالكي قويتي الزيت، مالكي قويتي السكر، علاش كثرتي السكر؟ الا كان شاط غير شويه ديال الخبز كيبقى يقول هذا راه تبدير، اش هذا الشيء؟ المهم عيشنا في الجوع بمعنى الكلمه، اي حاجه خاصه ولا كنطلبوها كان كيقول لنا ما عنديش. كنت كنمشي للمدرسه بواحد الصنداله ديال الميكا، ما نقولش لكم كنمشي بها في الصيف والشتاء، وما كنتش نهائيا كنبدلها، ولا مشات حتى تشرقات ولا تقبات لي من التحت هذيك الصنداله كيقول لي انت ما كتحافظش على الحاجه. واخا هاديك الصنداله دوزات عندي سنين. المهم تكرفس علينا ديال بصح انا وخوتي، ما عمرنا ما لبسنا لباس جديد. انا بعدا كنت كنلبس، حيت انا الوسطاني وعندي خوتي كبار، كنلبس غير كنت كنلبس غير حوايج خويا الكبير. المهم اللي اصلا حتى هما كانوا قدام وشي جامعينه غير من عند الناس. المهم انا كنعطي الحوايج لخوتي اللي صغار مني، وهكذا دائما حوايجنا قدام ومقطعين. وفاش كانت امي كتهضر معاك يقول لها شوفي الزمن راه صعيب، وانت جالسه غير في الدار وكتاكلي وتشربي ما عرفاش الحاجه منين كتجي، كيحسب لكم الفلوس راه كيطيحوا علينا من السماء. صافي امي مسكينه كتسكت بحكم، وكتيقو تسكت وصافي. واصلا ديك الوقت العيالات ما كانوش كيقدروا يتناقشوا كاع مع رجالاتهم ولا شي حاجه، بقينا عايشين هكاك. اللحم ما كيدخل دارنا غير من العيد الكبير، اما الدجاج فاش كان كيجي بشي دجاجه كتسالي كان كيغوت على امي، كيقول لها انتيا ما عارفاش بحق الزمان. واخا كنا كثار في الدار، واللي طيباته مسكينه كان كيتكال كل شيء اللي طيباته كيمشي، كتعيا ما تقتصد والو، كتسمع الهضره على ودنيها. الحوت كان كيجيب لينا غير داكشي اللي كيشيط في السوق، وحياتنا كامله دازت عدس ولوبيا وصافي، وغير اللي كنقضيو به الحصول. مشات ايام وجات ايام، وخوتي كبروا، واحد مشى لكازا والتاني مشى لاكادير، واختي تزوجات مسكينه بلا عرس والو، حيتاش قال لينا با راه اش بغينا شي عرس، وكيف ما كيقولوا العرس هرس، وما عندي ما ندير به. وبقينا وبقيت غير انا وخويا واللي صغر مني واختي عايشين في الدار. ايوا كيقول لي سي حسن وكيكمل الهضرة ديالو مسكين، كيقول لي صافي. المهم من بعد الوفاة ديال الأب ديالو، المهم بكاو عليه ودوزو العزا ديالهم، وتجمع هو وخوتو، وقالوا لها بدا ما يخلي ليهم الأب ديالهم زعما شي ورد ساعة والو، عيهم يقلبوا حتى الناس ديال السوق وكل شي سولوهم وسولو صحابو، وقالوا ليهم راه باكم ما كانش كيعطينا راس الخيط، ما تقبلوهاش، حيت هذاك الحانوت أكيد كان كيدخل الفلوس. وكيقول سي حسن
كيكمل لي القصه ديالو كيقول هوبا كون كان مزوج شي مرا اخرى كون بانوا الاولاد. ما كانش شي واحد ما كانش زعما هو شي واحد اللي كيخرج كي هو غير من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه، فين دار فلوسه الله اعلم، واصلا واش كانوا شي فلوس ولا ما كانوش الله اعلم. قلبنا حتى هنا واستسلمنا للامر الواقع. خوتي قالوا لي شوف حنا ما عندنا ما نبقاو نديرو هنايا دابا، كل واحد غادي يرجع لخدمته، وانت سير قابل الحانوت انت وخوك الصغير راه يعاونك خوك الصغير. المهم خويا الصغير قال لنا ابدا الحانوت اللي ما ندخلش ليه، هو اصلا ما عندوش مع التجاره. هي هذيك شفت عييت وعرفت راسي انا اللي غادي نخدم في الحانوت، لان ما كاينش اللي غيخدم على الام ديالي، وكاينه اختي صغيره ما حتى هي باقا صغيره. صافي شفت عييت وانا نخدم. هي هذيك مشيت للحانوت واخا ما كانش عاجبني الحال، حيت ظنيت انا هذيك الحانوت ما كتدخل والو، حيت كنت كنشوف العيشه اللي كنا عايشين، ولكن الظروف كبر مني حيت صافي خصني نخدم. المهم بديت على بركه الله وخدمت، راح اصحاب با كاملين وقفوا معايا الله يجازيهم بخير ديك الساعه، ولكن كتبان لي الحركه ميته وقليل فين شي حد كيتقدى، وانا نقول هل هاد الناس صحاب الوالد. وقال لي صافي شوف ما قالوا لي ما تخافش راه هادشي كيوقع في هاد الوقت من العام، ومن بعد ان شاء الله راه غادي يجي الخير، خير كتير ان شاء الله، وغادي تشوف بعينك. صبرت هاك هادوك الايامات حيت حنا مولفين اصلا ديك العيشه، ونهار على نهار الحركه بدات شويه كتبان لي مره كيجيو عندي شي دراري وكيقولوا لي بغينا اتاي، داك النوع ديال اتاي كيقولوا لي القافله ثلاثه الجمال. المهم كنت كنعطيهم. مره كيجيو كيقولوا لي باغين باكيه، مره جوج، ومن بعد كيقولوا لي بغينا ثلاثه اربعه الباكيات. انا كنت كنعطيهم وكنت فرحان حيت كان فيهم شويه ديال الربح. والمهم دازت ليام والناس بداو كيتقداو عندي، ماشي بحال الاول كانوا غير الدراري الصغار اللي هادو اللي كياخذوا اتاي صافي. المهم وبالضبط هاد الاتاي كياخذوا غير القافله. المهم انا مشيت جبت ستوك ديال هاد اتاي لانه هو اللي شفتو كيتمشى ليا وحطيته، حيت هو اللي كيتمشى. وبديت خدام على بركه الله. واحد النهار جا عندي ولد الفقيه وقال لي بغيت اتاي القافله، عطيته باكيه من هادوك القدام ما عطيتوش من ستوك. المهم ما دازت حتى 10 دقائق بان لي الفقيه جاي وهز في يديه ديك الباكيه دي اتاي، دخل عندي الحانوت لداخل وقال لي الله يرضي عليك ولدي لما تنزل داك الريدو رانا بغيت ندوي معاك. قلت لي واخا هي الاولى الله يسمعنا اخبار الخير شنو كاين الفقيه. قال لي واش ولدي خدا من عندك هاد الباكيه ديال اتاي؟ قلت له هي جا عندي وخدا هاد الباكيه هو، وهو يحلها قال لي شوف شنو فيها، لقيتها عامره بالفلوس. ما نكذبش عليكم ما فهمت والو، ما فهمت حتى حاجه في هذيك اللحظه، وقلت لي كيفاش باكيه اتاي فيها الفلوس. المهم الفقيه كان حاس وفهم بان هادوك الفلوس راه ديال با، حيت كان شايف العيشه اللي كنا عايشين وكان عارف ان هذاك المحل راه كيدخل الفلوس. وهي هذيك هز راسو وقال لي واش هذاك اتاي كامل خلاه باك؟ قلت له لا هذاك اللي خلا تباع وبقاو فيه غير شي 3 ولا 4 الباكيات، وهذا يلاه جبتو جديد. هو يقول لي راه دوك الباكيات اللي بقاو من القدام جبتهم لي، حلينا واحد الباكيه لقينا فيها الفلوس مطويين بنفس الطريقه اللي مطويين فيها الفلوس في الباكيه اللي كاين عند الفقيه. حلينا الباكيات الاخرين حتى هما لقيناهم عامرين بالفلوس. اش غادي نقول لكم؟ في هذيك اللحظه طلعت معايا السخونيه من رجليا لراسي، الدنيا دارت بيا وما بقيت عارف ما ندير. شدتني البكية غير حشمت قدام الفقيه ونبان ماشي راجل. قال لي الفقيه جلس ولدي وقول لي لمن بعتي الباكيات؟ قلت له اش غنقول لك انا راه ما عقلتش والله ما بقيت عاقل. كان كل مره كيجي عندي دري في شكل وكيقول لي 3 4 الباكيات، وديما كياخذوا نفس الماركه. صافي بقى كيقول لي غير حاول تذكر. انا ما تذكرتش نهائيا، راه ما يمكنش تذكر، راه الحانوت جات في الشارع والناس ما عرفتش ما قدرش نتذكر والو. المهم الفقيه مشى لعند واحد صاحب الوالد وقالها ليه. جا هذاك صاحب الوالد وقال لي كيفاش هادشي، وقال له الفقيه عاود له كيفاش، قالوا رابا كان كيخبي الفلوس في الباكيات ديال اتاي والولد باعهم وما لقينا والو من غير دوك
الباكيات اللي بقاو هما اللي فيهم الفلوس. وقال لي شوف دابا ما عندك ما دير، راه اللي مكتبه هي اللي تاكلها، واللي ما مكتبهش راه ما غتشوفهاش. قلت لهم هذاك الشيء اللي كاين، مشيت للدار وعاودت كل شيء لامي مسكينه بقى فيها الحال، تنشوفوا انه حرم راسه وحرمنا، وكون غير تبرع بهم غير هو صافي وبقى فينا الحل. دابا لا هو لا حنا. المهم عاودت لخوتي اللي بقاو قلت لهم ها كيفاش وها شحال ديال الفلوس لقينا في هذوك الباكيات اللي بقاو، حيت قلبت انا ولفقي كل شيء لقينا غير هذوك الباكيات اللي بقاو اللي فيهم الفلوس. قالوا لي صافي هذاك الشيء عطيه لامي ولا استثمر به والخليفه على الله وصافي ما عندنا ما نديرو. مشيت للحانوت وجا عندي صاحب با وقال لي اسكت ما تقول حتى حد هذا الشيء، باش اللي كيرسل دوك الدراري الصغار ما يسيقش الخبر وباش يعاود يرسلهم ونعرفوا شكون هو، باش لان الا عرف راه ما غيرسلش عاود الدراري. صافي بقيت غير ساكت واخا انا شكيت في ذاك الراجل الله يسمح لي، قلت كون راه نيت واحد قال لي اسكت ساعه كنت غير شكيت فيه. المهم هو اللي بقى معايا مسكين يبحث والدري الصغير اللي جا عنده كيقول لي واش عمرك مشيتي عند فلان وخديتي من عنده اتاي، كيقولوا لي لا. حتى لواحد النهار جا عنده واحد الدري سولو قال لي واش عمرك خديتي اتاي عند فلان، قال له اه كان ناخذو، وقال له فين كتديه واش كتديه لداركم، قال لي لا كنديش لدارنا، قال له واش كتعرف شكون كيسخر من غيرك، ايه كنعرفهم كيسخر بزاف ديال الدراري، وكان كيعطينا الحلوى كتير، كان كيعطينا الحلوى بزاف داكشي علاش كنا كنتسخروا ليه. ايوا هي هذيك السيد ما تصرطاتش ليه، واه على غادي يجي وياخذ من عندك اتاي ما يمكنش، باقي يكون قال ليها ان الفلوس كنت مخبيهم في اتاي، هذه مستحيله اصلا، هو عنده الهري ديالو يعني حتى هو عنده السلعه ديالو، علاش بالضبط غادي يجي عندك وانت وياخذ من عندك اتاي. المهم بقاو كيبحثوا حتى عرفوا بلي هذاك مول الهري ما كانش كيتقدى غير من عند هذاك السيد، كان كل مره كيمشي يرسل الدراري هو متفق مع موالين الجمله، الناس اللي كيجيبوا السلعه بالجمله تيتفق معهم، وكل مره كيرسل الدراري كيتقدى من عندهم واحد الحاجه معينه، مثلا اتاي ولا شامبوان ولا واحد عنده السكر واحد الحاجه معينه باش تمشى ليه، باش السيد يمشي يتقدى ستوك من عند موالين الجمله يقول راه هاد الحاجه كتمشى ليا. هادشي علاش كان كل مره كيرسل الدراري، كل مره كيقصد واحد المحل وتيبقى يتقدى منه واحد الحاجه. المهم كياخد حاجه معينه من الحانوت باش مول الحانوت يقول راه هاد الحاجه عندي كتمشى، ويمشي يتقدى منها واحد القدر كبير من عند السيد اللي كيبيع بالجمله. وهكا الحركه كتدور في المدينه بلعبه من هذاك مول الهري، واللي زاد اكد ليه انه مشى عنده لقى خوا الهري ومشى في حاله وما عرفو حتى فين مشى، وخا سولو عليه ما لقاو حتى شي اثار، خوا المدينه ورجع لبلادو. ما نكذبش عليكم بقى فيا الحال بزاف، وحسيت بالشمته وقلت واش انا كنت مكلخ، كيفاش كانوا الدراري كيجيو كل مره بغينا ثلاثة أربعة الباكيات اتاي وانا ما رديتش البال. ولكن تجمعوا كاع التجار اللي كيعرفوني وقالوا لي راه ما درتي حتى شي حاجه غلط، راه كلنا كانوا كيجيو عندنا وكيقولوا لينا بغينا جوج من الحاجه ثلاثه وما عمرنا شكينا، ودابا ماشي غير بوحدك اللي تمتي، راه حتى حنا معاك وفهمنا بهذا هكذا هاد القالب نقولوا اللي كيديروا لينا موالين السلعه بالجمله. كانوا فاش كتكون الوقت ميتة في السوق كانوا كيديروا كيدوروا الحركه بهاد الطريقه، يعني ماشي غير بوحدك اللي دازت عليك هاد الحيله، غير انت داو لك رزق، الفرق هو ان انت داو لك رزقك، هذا هو الفرق. ولكن حاجه باقي ما عرفتها لحد الان هو كيفاش هذاك مول الهري عرف بلي الفلوس كاينين في اتاي، واش غير صدفه، واش حل شي باكيه ولقى الفلوس، ولا كان عارف قبل، الله اعلم. المهم انا اليوم بخير وعلى خير، وبغيت نقول لكم واحد الحاجه، ايه ندير لدوائر الزمان ما فيها بس، بالحق ما تقهرش راسك وتقهر وليداتك والناس اللي دايرين بك، تاكل شو ناكل شويه ونخبي شويه وصافي، وهاد
ماشي نخبي كل شيء ونخلي المهم هاد الشيء اللي كان. صافي هذه هي القصه ديالنا، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. انا عجبتني، حكاها لي هاد السيد غير بالصدفه وسبحان الله العظيم. شوف باه في كان كيخبي الفلوس في باكيه ديال اتاي وما خبرهم ما قالها ليهم. سبحان الله جاتني القصه في شكل، ربما ديك الساعه في الستينات واش ما كانوش الابناك ولا الناس ما كانوش كيديو الفلوس للابناك، الله يعلم. المهم كان كيدير الفلوس في الباكيات ديال اتاي ورزقهم ساكن كله مشى، مشات الخدمه ديال باهم والتعب ديالو كلشي مشى. هذاك السيد اللي كياخذ الباكيات ديال اتاي تحس براسو غادي سمع ربما كيقلبوا ولا شوف شكون وصل له الخبر وزاد في حالو خلاهم صافي. المهم السيد دابا الحمد لله راه من هذيك الحانوت راه دار حوانت خرينو ودابا راه عايش مزيان. انا كنعرفو مباشره هنا في الصويره ودابا عايش مزيان. انا استغربت فاش حكى لي هذه القصه ديالو. ايوا سبحان الله كل واحد وكيفاش كيعيش، اللهم لك الحمد. نتمنى تعجبكم هذه القصه، شكرا لكم.